أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم نتناول فيها قرار غلق طرقات رئيسية لستة أيام في الجزائر العاصمة لتنظيم عرض عسكري وما خلفه من معاناة وتساؤلات. خلف قرار غلق طرقات رئيسية ولستة أيام ابتداء من ليلة أمس الأحد ولغاية يوم الجمعة الأول من نوفمبر المقبل غضبا واسعا لدى سكان الجزائر العاصمة وزائريها الذين عانوا كثيرا اليوم في أول أيام هذا الغلق، وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ووقائع هذه المعاناة مع الازدحام الخانق وتعطيل مصالح المواطنين. وتم تبرير هذا القرار قرار الغلق بتنظيم استعراض عسكري ضخم بمناسبة احتفالات كبيرة في ذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية. وسبق قرار طرقات إلغاء وإعادة برمجة عشرات الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لنحو 10 أيام، مما أثار تساؤلات عن مدى منطقية هذه القرارات وتكلفتها المالية الكبيرة وأيضا تداعياتها على يوميات المواطنين. وماذا تقول هذه القرارات عما تسمى بالجزائر الجديدة كما يصفها تبون، الذي يقوم بالتزامن بزيارة لمصر وعمان؟ يحدث في الجزائر الجديدة غلق للطرقات ووقف لحركة المرور من دون مراعاة مصالح المواطن وحياته اليومية. السلطات تلجأ إلى حلول سهلة لتأمين تنقلات مسؤوليها وزياراتهم الميدانية على حساب مصالح المواطن. فإذا تنقل الرئيس أو استقبل الرؤساء تغلق الطرقات لساعات طوال، تحبس أنفاس الجزائريين بسياراتهم. السلطة لم تفكر يوما في حلول جذرية تخفف أزمة المرور وتسهل عملية التنقلات من دون انتهاك حقوق المواطن. تحسين النقل وتطويره لم يردا في اهتمامات السلطة قط، لا في حملاتها الانتخابية ولا في مخططاتها التنموية. تحسين وسائل النقل أحد أهم الحلول لتسهيل حركة المرور وتخفيف الضغط على المدن الكبرى، إضافة إلى مزاياه الأخرى في تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة وحجم التلوث البيئي والتأخر والتسرب. تطور الدول ونموها الاقتصادي يقاسان بمدى تطور وسائل النقل فيها بإجماع خبراء ومختصين عالميا. تسيير خطوط نقل عصرية عبر الطريق السيار وبحرية بانتظام من الولايات القريبة شرقا وغربا حل مثالي سيقنع آلاف الجزائريين بالتخلي عن سياراتهم وتفضيل النقل العمومي لأنه أريح وأسرع وأقل تكلفة.
نواصل فقط المعلومة. من جهتها مديرية الطاقة والمناجم لولاية الجزائر العاصمة اتخذت خطوات تتماشى مع الحدث، حيث سيتم أو تم غلق بعض محطات الوقود المتواجدة في محور الاستعراض العسكري بداية من يوم الأحد اللي هو يوم البارح 27 أكتوبر. يعني البومبة تاع ليسونس وأيضا كما نقولوا خروبة تاني راهي مغلوقة هاد الأيام، الناس اللي راهي متجهة إليها المسافرين اللي راهم جايين إلى الجزائر العاصمة. نقول لهم أنه أنهت مديرية النقل ولاية الجزائر العاصمة إلى كافة سائقي سيارات الأجرة والممارسين للنشاط على مستوى محطة خروبة ما بين الولايات والمستعملين لهذا المحطة أنه تم غلقها بداية من يوم الأحد. إذن هذا هو المشهد في العاصمة اليوم. ومن العاصمة معنا سيد عبد الغني بادي المحامي وعضو هيئة الدفاع المعتقل الرأي والكاتب الصحفي محمد إيوانغل. سيد عبد الغني بادي، طبعا صور اليوم مواقع التواصل الاجتماعي عجت بها وعن معاناة المواطنين هذا الأول اليوم من 6 أيام لقطع هذه الطرقات، وأصلا العاصمة يعني تعيش ازدحاما، فما بالك بغلق الجزء الشرقي من الطريق السياري. شكرا أخي جمال ولكل مشاهدي قناة المغاربية وللصديق العزيز محمد والنغن. أولاً أنا حبيت نترحم على الصديق العزيز المناضل الأزواوي يعني توفى رحمة الله عليه، وهو أحد ضحايا أحداث أكتوبر 88. هو مناضل منذ سنوات طوال، توفاه الأجل بعد يعني مرض طويل. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى يتغمده برحمته وأن يسكنه في سحجه، يعني الأسرة نتاعه يعني نعزهم. ونحن كذلك سيد عبد الغني بادي ننضم إليك رحمة الله عليه أزواج الحاج فعلا، وربما نضع المشاهدين في الصورة، هذا واحد من المواطنين الجزائريين المناضلين الذي قطع يده بعدما تعرض لإطلاق الرصاص خلال مظاهرات 5 أكتوبر 88. رحمة الله عليه. أخي جمال، الحقيقة أنه هذا الإجراء اللي اتخذته السلطة بطريق الشريان، يعني الحقيقة هو الطريق يأخذك إلى قلب البلد وطريق السيار المؤذي للجامع الأعظم، فيه محطة الوقود خروبة، فيه محطة المسافرين اللي فيها الحافلات، فيها محطة المسافرين اللي فيها السيارات، ويعني في حركة مرورية كثيفة، وأصل في العادة يكتظ بحركة التنقل، فيعني أغلب كل عشوائية بدون يعني أي اهتمام بشؤون الوطن، بدون يعني تقدير لهذه العواقب اللي كانت كارثية. يعني مثلا تنقلت من القبة إلى طالب بيضاء اللي هي مسافة يعني 15 في الطبيعي، ذات مني أكثر من ثلث ساعة يعني تقريبا ما تمشيش، أمور مغلوقة تماما. هذا تصرف نقول أنه تصرف طائش، تصرف غير مسؤول، لأنه زيادة على عقلة مصالح الناس وشؤون الناس ليس هناك أي اهتمام. الناس تمرض، الناس تموت، الناس تعاني، الناس هذا أمر بالنسبة لهم غير مهم، أنهم أمور الناس ولا صحة الناس ولا ظروف الناس، هذا بالنسبة لهم تفصيل مقارنة بما يريدونه هم استعراض. يا أخي أنت عندك استعراض، خذ مكان اللي لا تزعج فيه شخص، ما تزعج فيه المواطنين، ما تزعج فيه الجزائر. الجزائر بلد كبيرة، بلاد شاسعة، بلاد واسعة، بلاد يعني فيها خير ربي، وروح ما تعممشي باش تدير احتفال، أنت باش تدير استعراض يعني تقهر أمة وتعرق الحياة أمة وتضيق على شعب كامل مدة 6 أيام، نغلق الطريق كما نحب الطريق، راهي 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 راهو شريان، ما هوش طريق عادي، يعني طريق طريق رئيسي، وما كانش خيارات. هذا الناس اللي خذوا القرارات لم يقدموا البدائل. يعني مثلا إذا انتخيت باش تغلق
الفارغ والقائد الطريق لازم يكون الامر جدي وجدي جدا. ظروف قاهره والظروف الصناعيه وما عندكش خيارات الا هذا الخيار، وفي نفس الوقت لازم تقدم بدائل للناس، تقدم لهم بدائل وتكون عمليه تحسيسيه، وكما تكلم الكثير تاخذ اعطي عطله مدفوعه الاجر او تاخذ يومين على عطله نهايه الاسبوع، ممكن الامور تقدم شيء في الويكاند يقدر الانسان يقدر يتحمل. لكن انك تغلق الطريق وما تقدمش اي بديل، تمش مثلا نقل عن طريق القطار اذا كان صباح تضاعف الى 4 حالات، وتحس عن طريق الاعلام بان هناك بدائل يتم في مضاعف راحت وضعفت، يعني تعطي اشياء وين الوطن ياخذ احتياطاته. اللي كان مثلا حاب يمشي للجهه عن مصلحه مائيه او ياخذ قطار يكون متوفر زيادة. هذه من بين الضروري انها موجوده وانها تكون معلومه، ويكون تحس متصل طيله اسبوع او طيله 10 ايام، تصدر بيان تخرج البيان بشكل يعني ب 24 ساعه قبل ما تغلق الطريق او 6 ساعه، وتخلي الوطن تايه وضايع ومضطر وفي حاله غليان وفي حاله مرض وفي ظروف صعبه، ومحروم في شعور بالظلم وشعور بالاستهتار بأن وآيبة من السلطة في هذا البلد. السلطة تهمها دورها، تهمها كيفاش الاستعراض نتاعها اللي هو استعراض فقط، وماش موطن المواطن بنزيه 6 ايام معاه في الطرقات، يعني اللي عنده مريض يعني راح يباصي به، اللي عنده شغالات راح يتعطلوا، اللي عنده ممكن سفر راح يروح، يعني اشياء يعني فظيعه. يعني لو الطريق بهذا الشكل هذا ممارسه تاع السلطه متخلفه، سهل السلطه جاهله يعني تعمل هذا المنكر كله في مواطن بدون اي اعتبار، بتعطيهم حتى قيمه وكانهم هذو مواطنين من الدرجه الثالثه ومن الدرجه الرابعه، لأنه واش نحبوا هذه بلادي وناخذ القرار اللي كان. انا قلت بانه حتى قانون العقوبات الجزائري في الماده 87 هذا يعتبر فعل ارهابي، يعني طرقات على الناس هذا فعل ارهابي، لانهم مواطنين كانوا في 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 في, في كورتاج تاع عراس شباب يعني ببساطه ويعني بفرحه الوائمه حوخز دقائق في الطرقات، ودار لهم قضايا امام المحاكم تتابعوهم إلى آخره على أساس أنهم ارتكبوا أفعال فظيعة وفيهم من أودع الحبس فقط. طيب. لأنهم رقصوا 5 دقائق في الطرقات انت غالق الطريق من الصباح. طيب، قمعنا الأستاذ عبد الغني بادي. ومثل ما أشرت طبعا السلطة والمواطنين، ومن المواطنين الجزائريين الذين خرجوا في 5 أكتوبر أزواو الحاج أزواو حمو الذي توفي اليوم بعد مرض عضال، وهو الذي محمد ديوانوغ على ما أعتقد حتى كتبت وهو ممثل ضحايا 5 أكتوبر 1988 توفي رحمة الله عليه. اليوم محمد ديوانوغ، قبل أن نأخذ رأيك فيما يحدث للعاصمة وهذا الغلق للطرقات 6 أيام. ألو، اهلا محمد. والله ما سمعتك مليح جمال. كنا نعرض قبل ما ناتي محمد الى قصه الاستاذ عبد الغني بادي، اشار الى هذا الموضوع، كنا سنناقشه ربما نتوقف عنه في نهايه الحصه، ولكن استذكر الاستاذ عبد الغني بادي معنا وفاه اليوم حمو ازواو الحاج الذي تعرض الى بطر يده بسبب رصاصه، وكان من المناضلين المواطنين الجزائريين الذين خرجوا في 5 أكتوبر 1988. وعلى ما أعتقد محمد إن لم تخني الذاكرة أنت كتبت عنه وعن تلك الفترة. لا أزواو ربي يرحمه واحد يعني من رموز النضال الديمقراطي في الجزائر منذ أكتوبر 88، بقى شغل واش نقول واحد التالي تقطع يده، هو في سن الشباب يعني كان صغير خلاص تقطعت يده برصاصات القمع اللي عاشوا شباب الجزائر، شباب حي باب الود بشكل خاص في أكتوبر 88.
بقى عايش بها طول حياته، لانه واحد ما قدر يرجع له يده، بقى يعني بقات الحادثه هذه قاد حملها طول حياته. ورغم ذلك كما قلت اليوم، كما كتب الفكره اللي جاتني اليوم اللي تفكرتها عليه في الفيسبوك اليوم، أزوه ما راح يشكي حتى بلاصه، مسكين قاعد هنايا. وفي كل مره لما تجي الذكرى تاع اكتوبر 88 يستذكر الاحداث هذه، يسجل الوقفه تاعو، يسجل التنديد، يسجل احيانا حتى خطر داروا له حتى محاكمه بسبب محاولته، يعني مراسله الوزير الاول حول ضحايا اكتوبر 88، داروا له قضيه بالمساس بالنظام العام الى اخره. مسكين للاسف الشديد في الفتره الاخيره، لان اكتوبر 88 ولات ولا حتى واحد ما يتكلم على اكتوبر 88. ازواج مع هذا الجيل اللي بقاو، يعني بقاو متعلقين في اكتوبر 88، الباقي ما يعرفوش. الشباب اليوم ما يعرفوش من هو ازواج وتضحيات تاع ازواج. زادوا قطعوا له رجله بسبب ديابات، يعني ما كانش فريمون، ما كانش واحد اللي عانى في صمت كما هذا ازواج. طيب رحمه الله عليه. وماذا الان عن معاناه المواطنين في العاصمه مع غلق الطرقات محمد، وحتى زوار العاصمه كنا نشاهد يعني مشاهد كارثيه، يعني الوضع في العاصمه لي. لا هذا الشارع اللي غلقوه ولا الطريق اللي غلقوه هي الطريق الرئيسيه تاع العاصمه، هي العاصمه. كي تغلق هذاك الطريق اللي ما بين المحمديه والاخر حتى الجامع الجزائر، راك غلقت العاصمه. قول للناس ما تخرجوش من المكان، ما تقولهمش الطريق مقطوع، قول لهم العاصمه اليوم مغلوقه ما تجيوش. ودير حمله باش الناس يعرفوا، دير حمله كبيره، دير حمله اعلاميه كبيره بلي يا ناس ما تجوش العاصمه من النهار الفلاني للنهار الفلاني. كارثه تغلق العاصمه لمده 6 ايام، يعني مكان ما في 2024. هذا اعتقد ما دارهاش النظام الجزائري من الاستقلال لليوم، ما دارش حاجه كيما هذه. غلق الطريق لمده اسبوع بسبب استعراض. يا خويا اذا كان الاستعراض تاعك هذا يتطلب تغلق الطريق لمده اسبوع، يبقى روح ديرو في بلاصه واحده اخرى، في بلاصه وين ما تقلق حتى واحد، ما يقلقك حتى واحد. اما انك حبيت دير الاستعراض تاعك في قلب العاصمه وسط العاصمه، ما كان حتى حاجه تبرر غلق الطريق لمده اسبوع. هذاك النهار لو جور مام وين عندك الاستعراض تغلق الطريق. بون قال تغلقوا من 12 تاع الليل ولا مانيش عارف، قال البريميير نوفمبر، قال من الليله تاع 31 اكتوبر على 12 تاع الليل حتى النهار كامل تاع 1 نوفمبر، قال هذيك ولا حتى المساء، لان الاستعراض يخلص في لابريميدي ما يقعدش حتى الليل. قال من 12 تاع الليل حتى الربعه ولا الخمسه تاع العشيه الطريق هذيك مغلوقه، وخذ الاحتياطات الامنيه اللي تحب، لان الاجراء هذا المبرر الوحيد تاعو هو يكون ربما هي الترتيبات الامنيه، الاجراءات الامنيه، ما عنده حتى تفسير واحد اخر. كيفاش وشكون المسؤول اللي قرر يغلق العاصمه لمده اسبوع، يغلق الطريق اكبر طريق، الطريق الرئيسي، منين تجوز؟ منين حبيت تجوز للعاصمه لازم تفوت على هذيك الطريق. قرر باش يغلقها لمده اسبوع، مانيش عارف واش عنده في راسه هذا المسؤول هذا والله. طيب نسمع، يبقى معنا محمد، نسمع مواطن وشكواه من قطع الطريق، مواطن ينقل والدته المريضه، نتابع. شوفوا لو شباب غليق الطريق هادي تاع الصابلات اللي ددي المصطفى باش الله يجيبها له، راح تموت لي في الكروسة. ها هادي قاع باش ديروا استعراض عسكري، ما عندكم ما ديروا بالمحارق تاعكم، ما كاش اللي قالوا وحاسبكم قاع. شو الطريق، شو عندي ارجون، ها تموت لي في الطريق. هادي قاع باش يديروا استعراض عسكري، الله لا تربحكم. أستاذ عبد الغني بادي، حالة غضب كذلك يعني في مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين، يعني من اللي عنده مثل هذه الحالة، والدة مريضة، من عنده ربما مصلحة ما من العمل، وهل مبرر أنه استعراض عسكري والاحتفال بذكرى عزيزة أنه يتم بالعكس يعني تنكيد حياة المواطنين بهذا الشكل؟ شوف أخي جمال، أنا بصراحة أنا عشت اليوم واقع يعني العاصمة، الحقيقة جريمة متكاملة الأركان.
يعني تغلق على خلق الله سبحانه وتعالى الطريق بهذا الشكل، وكأنه يعني هادو ما همش مواطنين، أنت تقرر ماذا تريد أن تفعل ومتى تريد وكما تريد، وما عندك حتى اعتبار لهذا الناس. واحد عنده والدته مريضة، واحد هو مريض، واحد عنده تحاليل، واحد عنده دياليز، واحد عنده كونسير، واحد مسكين، كل واحد باش يعاني، وحالة الطرقات أصلا هي حالة كارثية، فما بالك زيد تغلق عندها. احنا اصلا عندنا الطرقات نتاعنا تمشي ابيتري، يعني احيانا باش تتحرك معاناه باش تدخل من شرق البلاد العاصمه، معاناه باش تدخل من غرب البلاد، معاناه. يعني دائما عندنا لي باراج، ما زلنا في لي باراج بلاد بوليس مثلا جو الدارميه في حال هذه بغض راسي تقول، وكان يعني بعض البراج تخليها موجوده البراج، يعني كاين عده براج للطارق وعدة براج الشرطة وأحيانا وحدة سيركيسيون. اليوم هذا الوضع اللي رانا فيه ناهيك عن لي طرافو اللي أحيانا نديرو كل عشوائي، ندير لي طرافو على النهار، أحيانا تغرس الشجر في الطرق على العشرة على الصباح وقت الذروة المرورية، ما كان يعني الاشياء تندر بشعشوائي غير مضروط، تحس بان ليس هناك كانها هامله، فكانها هامله، ما كانش يهتم بشؤون المواطن بشكل يعني معقلاني وبشكل يعني يراعي فيه احوال الناس ويراعي فيه حالات الناس ويراعي فيه يعني الاشياء الطبيعيه. هذا هو الشيء اللي خلى الناس اليوم ترفض هذه الممارسات اللي هي ممارسات ستالينية، ممارسات حتى هذه الاحتفالات، الاحتفالات تاع الاربعينات والخمسينات واحتفال تجاوزها الزمن. الان الاستعراضات العسكرية ما عادت بهذاك الشكل اللي تحوس انت تعطي به صورة بان هي عارفة، العالم كله عارف من هي القوى العظمى، من هي القوى، واين وشكون اللي عنده الأسلحة، وشكون اللي يصنع الأسلحة، وشكون هما القوى اللي قادرة أنها تتغير موازين القوى في العالم أو تصنع موازين القوى في العالم. ما بقاش أنت تشري أسلحة مثل اللي تعرات الدراسية، هذا مسألة أنت ربما تعرفها خير مني وربما تدري أنت كسلطة، لكن الجزائر الآن المساحة في الخريطة الجزائرية، المساحة المستغلة اللي فيها كثافة السكانية ربما ما تجاوش 5-6%، الباقي كلها تقريبا مساحات شاغرة. احنا في الجزائر ما عندناش يعني ما عندناش اكثر من 6-7% اللي راهي اكسبلواتي، راهي مستغله من الجزائر الواسعه. خذ ارض الله واسعه ودير ما شئت، لكن ان تتسبب في ازمه مروريه خانقه وتتسبب في تذمر الناس وتتسبب في الضغط على الناس اللي هم اصلا مضغوطين بالسكري، مضغوطين بارتفاع ضغط الدم، مضغوطين بعده امراض زيد تكمل عليهم انت وتسبب لهم هذا الحاله من التذمر، هي حاله قاسيه وحاله من لا مبالاه وحالة باللا اهتمام وحالة باللي وكأنك ما تكزيست انت اصلا عندي، خلاص ما نعطيك لا بدائل، ما نحترمك في اعلان، ندير لك اعلان معتبر او ناخذ توقيت مليح لي انت عندك برومي نوفمبر اصلا حيطيح بالجمعة، برومي نوفمبر اصلا حيطيح بالجمعة، تقدر تغلق الطريق يعني بالخميس العشية، الجمعة الحركة المرورية اصلا ما كانش يعني ناقصة، ودير استعراض انتك على تغلق 6 شهور، طيب 6 أيام وانت غارق طريق على الناس. هذا والله العظيم الله إنه منكر. طيب. هذا منكر، غلق الطريق على الناس منكر، حتى طيب. أنه هو جريمة. يبقى معنا أستاذ عبد الغني بادي. محمد يبقى نقول ماذا عن التكلفة أيضا الاقتصادية يعني لمثل هذا القرار؟ طبعا سبق قرار غلق الطرقات إلغاء رحلات وإعادة برمجة رحلات عشرات الرحلات الخطوط الجوية الجزائرية يعني بدون حساب للتكلفة، يعني لم يحدث مثل هذا الشيء فأنت كنت تشير حتى في تاريخ الجزائر. طبعا الآن فيما تسمى بالجزائر الجديدة بالمناسبة تبون بالتزامن في بلدان أخرى في مصر وفي عمان يزور البلدين. لا الجزائر الجديدة هي فعلا جزائر جديدة، ولكن ليست في الجانب الإيجابي ولا بالمفهوم الإيجابي للجديد، هي جديدة بالمفهوم السلبي.
النظام الجزائري في ثوبه الجديد في شكله الجديد هو يعتبر النسخة كيف نقولها لك، هي أردأ نسخة للنظام الجزائري منذ الاستقلال. اليوم ما عشنا كل صور يعني الاخر الشعبويه في البلاد هذه من الاستقلال، مع النظام هذا من الاستقلال اليوم، شعارات جوفاء من الاستقلال اليوم، مي الرداءة والشعبويه اللي رانا عايشينها مع النظام الجزائري ذات اليوم، مع الفريق الحاكم اليوم، مع عشناها منذ الاستقلال. هذا هو التفسخ للسلطه. يعني على الاقل النظام الجزائري كان نظام حزب واحد، كانت من حيث التشير كانت عنده كفاءات، يعني كانت تشير اشتراكي، خيارات ايديولوجيه هذيك سيروها سير عنده الكفاءات وفق هذاك النظام اللي عشنا فيه. بون ما كناش امريكان، ما كناش قوه كبيره، الجزائريين عاشوا قدهم قد ارواحهم، مي النظام كان عنده كفاءات لقدرة تسير له هذاك الشيء اللي كان متوفر هذاك الوقت. اليوم ما كانش. اليوم الشعب الجزائري راهو 50 مليون بالك ولا ما على بالناش، لان اخر احصائيات، وهذا مشكل واحد اخر ثاني اللي يثبت فشل ولا العقم الذي اصاب الحكم في هذه الفتره هذه، الاحصاء الاخير تاع السكان لليوم ما نعرفوش النتائج تاعو، يعني ما على بالناش عدد السكان بالضبط شحال في الجزائر، ربما لحقنا 50 مليون. اذا عندك 50 مليون نسمه، العاصمه فيها 4 ملايين ولا 5 ملايين نسمه، اللي يدخلوا للعاصمه يوميا حوالي بالك 10 ملايين ولا 15 مليون، ما عنديش الارقام، هادو كامل تغلق لهم انت الطريق الرئيسي تاع العاصمه. اقتصاديا انا ما نقدرش نحسبها لك، لازم لي زيكونوميست يحسبوها، مي اعتقد كارثه اقتصاديه عظمى تضاهي كارثه زلزال. انا اعتقد كي تغلق انت عاصمه، وانكور هذيك العاصمه اللي عندك انت هي عاصمه الاقتصاديه، هي العاصمه الاداريه، هي العاصمه السياسيه، هي العاصمه كلش، وهذا السنتر وهذا الطريق اللي غلقتها هي قلب الاقتصاد تاعك، لان البور راهو تما. لو كان ما جاش البور تاع الجزائر، البور تاع الجيري اللي اكبر بور تاع في الجزائر هو البور دالجي، لو كان ما جاش في هذيك البلاصه هاو تما هاو وين غلقت الطريق. يعني راك بلوك راهو. انا في رايي لي زيكونوميست الاقتصادي خبراء الاقتصاديين يقولوا لنا يعطونا تقديرهم، ليكيفالون تاع واش صرا واش راح يصرا في هاد الست ايام هادو، سي ليكيفالون تاع زلزال. الخسائر اللي راح يخلقها هذا الغلق هذا، سي ليكيفالون تاع خسائر اللي خلقها الزلزال. يبقى معنا محمد ديبالوغو. طبعا وهذا الغلق من اجل استعراض عسكري. الذكرى 70 للثورة، احتفالات باذخة تكلف الخزينة مليارات وتكبد الاقتصاد خسائر بالجملة. السلطات تستعد لتنظيم احتفالات كبيرة تخليدا للذكرى 70 للثورة، راصدت لها أموالا طائلة. السلطات لم تكشف عن قيمة الغلاف المخصص للاحتفالات، لكن مختصين قدروه بأرقام كبيرة. مختصون يستشهدون في تقديراتهم بالترتيبات المعلنة ودعوات موجهة لرؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى استعدادات كبيرة لتنظيم عرض عسكري سخرت له السلطات واجهة العاصمة البحرية. غلق تام يدوم 6 أيام كاملة يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، ناهيك عن تكلفة الاستعراض الباهظة. ميناء الجزائر العاصمة بدوره وهو قلب الاقتصاد النابض سيعرف شللا قد يكون كليا في نشاطه،
شاحنات السلع بمختلف أنواعها ستجد صعوبة في التنقل من وإلى الميناء إن لم يكن ذلك مستحيلاً. السلطات تدعي ترشيد المصاريف ومحاربة الفساد، لكنها تنظم احتفالات موغلة في البذخ والإسراف. احتفالات رمزية كانت ستجنب السلطة إسرافاً كبيراً لو كانت صادقة في ادعاءاتها والتزاماتها. عملية غلق الطريق على المنافذ السالفة الذكر ستكون ابتداء من الساعة 0 ليوم الاثنين إلى غاية الجمعة على الساعة 5 مساء، وذلك حتى نضمن إن شاء الله احتفاليات في مستوى هذا الحدث بإذن الله. ولكن من الواحد إلى الرابع جويلية يكون غلق جزئي في أوقات محددة من اليوم، لا يكون طيلة اليوم، في أوقات معينة فقط سيتم إبلاغ المواطنين من خلال وسائل الإعلام. سيد عبد الغني بادي، هذا طبعا مقارنة بين احتفالات 5 جويلية وأيضا احتفالات أول نوفمبر. طبعا الآن يراد إعطاء خصوصية لهذه الاحتفالات سبعينية اندلاع الثورة التحريرية، ولكن ماذا تقول هذه العناوين والأموال وهذا القطع عن الجزائر الجديدة؟ يعني هل هناك حساب يعني يوميات المواطنين، وهل هناك حساب لأموال الجزائريين في هذه الاحتفالات، أم أنه يعني الاحتفال بمثل هذه الذكرى العزيزة المفروض يكون في مستوى تضحيات الذين ضحوا من أجل لا يعيش الجزائريون هذا الوضع؟ يعني إضافة طبعا وأنت الحقوقي التضييق والسجن وقمع الرأي وغيرها. السلطة تعطي انطباع بأنها تحارب الفساد وتتكلم دائما على ضرورة المحافظة على المال العام وبأن ترشيد النفقات والمحافظة على العملة الصعبة وبأن فاتورة الاستيراد، في كل مرة يتكلموا على فاتورة الاستيراد ومنعوا حتى على المواطنين، منعوا عليهم حتى بعض الأدوية اللي هي أدوية ضرورية، يعني بحجة تخفيض فاتورة الاستيراد. لكن اليوم كي نحاولوا نتكلموا على مسألة التبديل وعلى مسألة الفساد، نشوفوا بأن عدد الرحلات الجوية اللي تم إلغائها واللي تم تعديلها واللي حدثت على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية والبيان الصادم اللي صدر واللي عدت رحلات والغى رحلات وقرب على رحلات، ونفس الشيء اللي حدث في الميناء، يعني تكلفة أعتقد بأنها باهظة جدا أنك تغلق تقريبا الميناء وتعطل رحلات وتغلق محطة حافلات وتغلق محطة تاكسي وتغلق، كل هذا راهي أموال كثيرة رايحة تبدد فقط من أجل احتفال. يعني هذا الاحتفال لا أعتقد بأنه راح يكون مدر للأموال، بل بالعكس راح نخسروا أموال كثيرة وراح يكون تبديد كبير. لكن من يسائل من؟ يعني الناس اللي راي تقوم بهذا العمل، العمل الإسراف في المال العام بهذا الشكل بدون أي اعتبار، يعطي دلالة بأن آخر اهتماماتها هو الاقتصاد الجزائري، آخر اهتماماتها أن الجزائر تمشي نحو الأمام، آخر اهتماماتها أن الأمور تمشي بشكل منضبط وبشكل يعني حضاري وبشكل يعطي دلالة على أن هناك إرادة فعلا لمحاربة الفساد. لأنه اللي عنده رغبة في محاربة الفساد أعتقد بأنه ما يقومش بهذه الأمور من أجل استعراض هكذا وفقط. أكثر من هذا الشيء اللي يمكن ربطوه بأن هذا الوضع اللي تحوس تعطيه السلطة بأنه هو وضع مستقر ووضع منضبط ويعطي قوة الدولة، أعتقد بأن القوة اللي يمكن أن تبرز عند الدول هو أول حاجة هي قوة الديمقراطية، قوة الإرادة الشعبية، قوة الخيارات الشرعية السياسية، وهي بعد تأتي بكل شيء. لأن أنا قلت بأن هذه الاستعراضات فات عليها زمن تقريبا جوزات الأحداث، وحتى الدول اللي تقوم بها وهي يعني مصنعة،
خليني نتكلم بكل وضوح انه اللي تقوم باستعراضات للمتطوره والاسلحه تكون في غالبها تكون دول مصنعه لهذه الاسلحه، وتكون في 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 ذروه قوتها، وتكون فارضه سيطرتها على منطقه، وتكون صح قوة عظمى. هذه يعني تخلينا احنا نكونوا فخورين، ونكونوا جد فخورين بمثل هذه الاستعراضات عندما نشوف هذا تصنع دولتنا والمستوى اللي وصلنا له. لكن انني نكون انا مستورد ونكون معطل اقتصاد، ونكون مازال مانيش قادر نصنع بولون، ومازال مانيش قادر نصنع برا، ومازال يعني في 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 خاضع تقريبا في كل اموري خاضع للخارج وخاضع يعني لقوى عظمى، وبعدها نحاول انني نعطي انطباع بانني انا قوه كبيره الى اخره. هذا يعني نعترف بان العام والقاس الان العالم صار قريه صغيره، الجميع يعرف بعض البعض، يعرفونا بكل تفاصيلنا، يعرفونا بلي عندنا مشكلة تاع ديمقراطية، عندنا مشكلة سياسية، عندنا مشكلة شرعية، عندنا مشكلة حرياتية، عندنا مشكلة اقتصادية، عندنا مشكلة تصنيعية، عندنا مشكلة اجتماعية، مشاكلنا كثيرة. والمشكل الأساسي، المشكل الرئيسي من شأنه أنه نتوافق حوله مسألة شرعية. وبعدها عندما كان عندنا فعلا برلمان وكانت شرعية، الأمر كما هذه الطرقات ما يفتشن بقطاع شوي، لأنه قرار أساسي وقرار يمس المواطن يفوت على البرلمان ويناقش. إذا مشى قرار مثل هذا بأننا نقوم باحتفال ونعرض الفاتورة متاعه، والمواطنين يعرف شحال الفاتورة تاع هذا الاحتفال وهذا وشحال راح يخسر، ويقولوا لنا إلى شحال راح يتسبب وتعطي هذه شحال راح يتسبب وتكون الامور واضحه، تكون سباقيه. ما نديرش وكانه المال تاع بلي، ما نديرش وكانه المال ملكي، لا يعرض كلش امام الراي العام والناس تشوف. على ذكر الراي العام، استاذ عبد الغني بادي اشرت الى السلاح، جدل حول شعار هذه السبعينيه، كان بث نشر في البدايه شعار باللغه الفرنسيه كان الى جانب العربيه، ثم وزاره الدفاع نشرت شعارا آخر تم إلغاء اللغة الفرنسية وتم استعمال اللغة الإنجليزية. طبعا الشعار حضور لافت للجيش الوطني، وأيضا أسلحة في هذا الشعار، وكلها طبعا أسلحة مستوردة. وكنت تشير إلى هذا أستاذ عبد الغني بادي، يعني إذا كان احتفال باستعراض مثلا ويتم فيه إبراز الصناعات العسكرية الوطنية لما لا، ولكن أن يتم إبراز هكذا شعار واحتفالات بأسلحة مستوردة أثار هذا جدلا، إلى جانب أيضا البعد اللغوي وتساؤلات لماذا مثلا مدام الجزائر لديها لغتين وطنيتين، مالا الأمازيغية مع العربية بدلا من استعمال لغة مستعمر فرنسي بلغة إنجليزية، إنجليز مستعمرين في مناطق أخرى كذلك. لا، للأسف السلطة السياسية في البلد مازالت تخبط في إشكالية اللغة المستعملة، يعني عندها تناقضاتها كثيرة جدا، يعني تناقضاتها كثيرة، ونخوض في مسألة اللغة التي يجب استعمالها، لأنه ما لاش في نقاش حول الهوية الجزائرية مفصول فيها، ويعني ما فيها حتى نقاش. لكن اللغة المستعملة واللي أحيانا السلطة تحاول تستعملها على حساب مصلحتها وعلى حساب ظروفها وعلى حساب يعني بعض التوازنات اللي تشوفها هي دائما تنصف في مصلحتها، وحتى انها تصنع لها شيء من 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 الرصيد الشعبوي احيانا لنفسها، وتكسب بها اشياء وتخسر بها الحين الاخر. لكن انا اللي حبيت اركز عليها اخي جمال هو انه الازمه اعماق، الازمه انه السلطه هذه الان راكبه راسها،
تقوم بما تريده ومتى تريد دون أي اعتبار للمواطن باللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية. الأرقام لا 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 يحق للمواطن أنه يعرفها. الخسائر لا يحق للمواطن. هل اليوم غدوة راح يكون هناك خبراء يقولوا أن خسائر الجزائر أو خسائر الدولة عن هذا التعطيل اللي تسببت فيه مدة أيام عن 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 ما تكبدته الخطوط الجوية الجزائرية من خسائر من خلال تعطيل الفضاء المجال الجوي وتعطيل الرحلات. نفس الشيء بالنسبة للميناء، نفس الشيء بالنسبة لسائقي السيارات. أنا كي نحاوز طاكسيور نقولوا ما تقعدش في الخرو باش كون يخلصوا، كي نحاوز مول البوس نقولوا ما تقعدش بالاخر والناس كيف تتنقل وخسائر الناس هذا وشكون حيسددها. هذه اعتبارات طيب. إنسانية اعتبارات أخلاقية. هذه الاعتبارات محمد إيمان لوغ، ما رأيك؟ هل أستاذ عبد الغني بادي أيضا يراد كذلك يعني رسالة من السلطة أنه بالاستعراضات العسكرية وبهذا الشعار وبالإبراز دور المؤسسة العسكرية رد كذلك مثلا الحراك الذي كانت مطالبه دولة مدنية ماشي عسكرية في مقابل يعني ليس هناك أي اعتبار للأبعاد الاقتصادية وأيضا لحياة المواطنين بهكذا قرارات؟ طبعا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهم قال إذا كانوا يريدون الاحتفال وغلق الطرقات لماذا ينكدون حياة المواطنين؟ كان يمكن أن يحتفلوا بنادي الصنوبر يعني بين علية القوم وليترك المواطن يعيش يومياته. لا يا أنا رأيي الناس اللي دبروا هذا اللي فكروا بهذه الطريقة لتنظيم يعني احتفالات أول نوفمبر اللي هي ذكرى عزيزة على كل جزائريين. تغلق طريق لمدة 6 أيام باش ننظم استعراض عسكري وكأنك راك تقول بلك تقول للشعب انتم ما كومش معنيين. هذا الاستعراض وهذا الاحتفال اللي راح يكون في أول نوفمبر هو احتفال السلطة فقط وليس احتفال الشعب. بينما الذكرى لو كانت هناك شوية تفكير لدى أصحاب القرار لدى السلطة يفكروا كيفاش هذا أول نوفمبر هي الفرصة باش كون هذاك اللي يا أخي هما عندهم 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 شحال هم يقولوا لنا داروا حتى يوم وطني للتلاحم بين الجيش والشعب. يا أخي هكذا هذا بالمناسبة من 20 فبراير كي ما يظهروش في أول نوفمبر. انت كي دير لي احتفالات بهذا الشكل معناتها راك ترسم هذه القطيعه اللي كاينه بين السلطه والشعب اللي هي مكرسه في ما عندها 5 سنين. على كل حال ما عندهم ما يرقعوا فيها، ولكن على الاقل انت حاول ما تزيدش. وهما راهم يكرسوا راهم يقولوا بلي هذه الاحتفالات ذكرى 70 تاع الثوره التحريريه هي ذكرى تاعنا ماهيش تاعكم انتم ماكمش معنيين بها. السلطه برك اللي معنيه بالاحتفال. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه هذا الناس اللي فكروا بهذه الطريقه هما راهم صافي لونتهم ماشي من اليوم راهم غير في التزلف يزيدوا عليها كما يقولوا بالدرجه يزيدوا عليها باش يبينوا الولاء تاعهم للجيش. اور اذا كان اللي حاب يخدم الجيش ولا مصلحه الجيش ماهيش في هذا ماهيش بهذه الطريقه هذه. عبد الغني لخص لك الحكايه تاع الان تاع سلاح والاستعراضات العسكريه في ما هو الجدوى من الاستعراض العسكري. الجدوى من الاستعراض العسكري هو اظهار الصناعة العسكرية تاعك لأن الناس اللي يديروا استعراضات عسكرية سي لوكازيون وين تظهر وين تخرج لأن الأسلحة تاعك اللي صنعتها جديدة اللي ما كانتش معروفة تخرجها باش توريها للناس. شفنا بزاف أسلحة اللي دارت التور دي مونت. شفنا صور اللي دارت التور دي مونت تاع الصناعات العسكرية في العالم. أنت هذه الأمور ما عندكش دونك أكوا سير دير الاستعراض العسكري. لو كان غير درت هذا البريمي نوفمبر نديروه نهار تاع احتفال تاع صح نهار تاع اعراس نهار تاع حفلات نهار تاع مهرجانات في كل مدن الجزائر في كل بلاصه في الجزائر ماشي نهار تاع استعراض عسكري مغلق وين الشعب ماهوش مقسم ولا منفصل يعني استعراض وين السلطه تكرس الانفصال تاعها على عدم
الاخر عدم اهتمامها لقطيعتها، تكريس القطيعه ما بين السلطه والشعب. اعتقد بان الناس هذا نزيد دائما يضاف الى سلسله طويله من المظاهر ولا من القرارات التي بينت بها هذه السلطه الجديده، هذه الجزائر الجديده، مدى الاخر لا كومبيتونس تاعها. محمد، ولكن هل هناك سلطة واحدة من السلطات؟ يعني لافت أنه في البداية تم نشر وسائل الإعلام الجزائرية تناولت شعار السبعينية طبعا بالحضور الطاغي للجيش والأسلحة، ولكن باللغة العربية في البداية وبالفرنسية، ثم بعدها بيوم وبيومين وزارة الدفاع تنشر على حسابها على فيسبوك الشعار الرسمي، تقول أنه هذا هو الشعار الرسمي، كأنها تقول نحن من نتخذ القرار. وتم استبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية، مع أنه لما لا مثلا اللغة الأمازيغية، اللغة بحرف التيفيناغ مثلا، اللغة الثانية في البلاد. ما رأيك في هذا؟ وماذا يقول أيضا عن الجزائر الجديدة؟ حد يقول هذاك الشعار اللي راكم تنتقدوه، اللي راكم تتكلموا عليه، ما هو الشعار تاعنا، هذا هو، لا هاو هاو الشعار الرسمي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اننا كما قلنا هذا، اننا احنا هما اصحاب القرار. يعني كل شيء اللي راهو يصرى الان في الجزائر، كان الجيش راهو يقول لنا بلي احنا المسؤولين على كلش. هنا تحمل، هنا خطا اخر، لان تحميل الجيش كل الاخطاء اللي راهي توقع في الجزائر الجديده، هذا خطر كبير ثاني على الجيش، هذا تلطيخ لسمعه الجيش، هذا وتحميل الجيش اباء اللي ماهوش، اللي يفترض انه ماهوش هو اللي يتحملها، لان الوضع هذا، الوضع هذا سينتهي دون مانيير ودون اوتر، يعني سواء بال ايجابيا ولا سلبيا. يعني ايجابيا اننا تنتقد، يكون فيها انتقال سياسي سلمي سلس، يعني وين يكون تغيير سياسي مليح، ولا تغيير عنيف، يعني يكون فيها أسوأ من شفنا حراك للاسف ما خلاوهش يكمل، قمعوه، حراك سلمي جميل، سياتي حراك اخر يعني مناقض تماما للحراك اللي عشناه في السنوات الماضيه. من يعني من الخطر انك تحط الجيش في هو الاخر، هو في الواجهه في وضع كما هذا. من الاحسن انه الجيش يبتعد، خير يتحمل المسؤوليه، يتحملوها المسؤولين رسميا. عندنا الدستور، الجزائر ماهوش نظام عسكري، هو نظام دستوري مدني الى اخره. علاش تحط الجيش في الواجهه؟ هنا 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 المشكل. غدوه لا قدر الله تصير احداث عنيفه، الجيش هو اللي راح يتحمل المسؤوليه. عبد الغني بادي، استاذ عبد الغني بادي، نختم معك فيما تبقى، وما رايك فيما يقوله محمد بن؟ والله اتفق تماما مع السي محمد، لانه السلطه هذه ترفض الواقعيه وترفض الحلول الحقيقيه، هي تحاول تهرب الى الامام، لانه الازمه اللي عندها السلطه هي ازمه سياسيه. ومنذ 2019 حاولت الاشتغال على فكره تلاحم الجيش مع الشعب، واعطاء انطباع بان هناك ازمه بين الجيش والشعب. هذه موجوده فقط في ذهنيه السلطه. الشعب الجزائري ليس له أي أزمة مع الجيش، فقط السلطة تريد أن تعطي انطباع بأن الصورة هي صورة مرتبطة بعقلية مواطنين يعتقدوا بأن مناعة الدولة هي الجيش، وبأن الجيش يمكنه أن يصنع كل شيء، بأنه يمكنه يصنع الديمقراطية، بأنه يمكنه يصنع الحرية، بأنه يمكنه يصنع الاقتصاد، بأنه هو محور كل شيء. وهذا كما قال سي محمد هو إقحام في كل مجالات، وهذا خطأ. تعرف الاستعراضات هذه العسكرية تراجعت، يعني سنوات مضت ما كانت هناك استعراضات، تقريبا تخلت عليها الدولة الجزائرية، لأنها تعرف بأن ليس هناك أي حل، وليس إن هناك أي فائدة من مثل هذه الاستعراضات، بقدر ما هناك فوائد من حلول. ولكن ليس هذا ربما يعني تعبير لا شعور يرد أستاذ عبد الغني بادي على الحراك ودولة مدنية ماشي عسكرية وشعارات ضد الجنرالات؟
طبعا هما في 2019 كانت هناك يعني كاين هناك من اشتغل حتى في منصات التواصل الاجتماعي في عهد القايد صالح على اظهار بان هناك ناس يريدون مواجهه الجيش وبينهم من يكره الجيش، وهذه مغالطات. لا لا لا، المواطن الجزائري لا يبحث على اي صراع مع إن كان، لا مع امن لا مع جيش، يبحث على دولة قوية سياسيا، دولة قوية أمنيا، دولة قوية اقتصاديا، دولة قوية اجتماعيا، دولة قوية عسكريا، دولة قوية حريا. يعني يبحث على هذا الشيء، ما يبحث على خصومة مع أي كان، وما يبحث على صراع أي إن كان. الجيش الوطني الشعبي فيه من الجنود الجزائريين، وفيه من يعني كلهم جزائريين، وما كان حتى مواطن عنده مشكل مع ما ما كان هناك. حتى جت فكرة أنه 22 فبراير ولات اليوم الوطني لتلاحم الشعب مع جهة والجماعة الشعبية، عرفت تسميها كيف كانت، وحاولوا يدخلوا ذهنية المواطنين. ذهنية المواطنين لم تكن، ما كانش يحوس على تلاحم مع أي كان، كان يحوس تلاحم مع التطور، تلاحم مع القوى السياسية، تلاحم مع يعني إزهار، تلاحم مع، كان يحوس على حياة أفضل، كان يحوس على كرامة، كان يحوس على افتخار بين الأمم. يعني ما تحاولش تغير الموضوع وتروح لزوايا أخرى وتدخلني في أمور مانيش أصلا ما راهيش في راسي أصلا. أنا نحوس على دولة قوية تبدأ من حل الأزمة السياسية إلى يعني وجود يعني سلطة نفتخر بها. شكراً. وخارجة من إرادة الشعب. شكرا جزيلا لك. وربما الذي يستمع إليك من معاشه اليوم في العاصمة يقول الدولة لا تغلق الطرقات لستة أيام بسبب استعراض عسكري. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الغني بادي، المحامي عضو هيئة الدفاع المعتقل. الرأي والشكر كذلك للكاتب الصحفي محمد إيوانوغن. نختم الحصة بنجدد الترحم على الأزواج الحاج حمو الذي توفي اليوم رحمة الله عليه. إن كان ربما المخرج إذا كانت الصورة جاهزة نذكر بها المشاهدين الكرام. حمو الحاج أزواو، هذا المناضل من أجل الديمقراطية في الجزائر الذي توفي اليوم رحمة الله عليه، وكانت قطعت يده عندما تم إطلاق الرصاص عليه في 5 أكتوبر عام 88. مني ومن كل الفريق أجمل التحايا. رحم الله أيضا كل الخيرين والخيرات. مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، وإلى اللقاء.